بعد 7 سنوات من اندلاعها، تقدر الأمم المتحدة أن عدد قتلى الحرب في اليمن سيصل إلى 377,000 شخص نهاية العام. إحصائية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل قتل المعارك والغارات الجوية، إضافة إلى الوفيات الناجمة عن نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية. أبرز ضحاياها الأطفال الصغار المعرضون لسوء التغذية والأوبئة. أما النازحون في البلاد فمحنتهم تتفاقم. أكثر من 45,000 شخص نزحوا بسبب القتال في محافظة مأرب وفق منظمة أممية أخرى. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد في بيان أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب يتزايد. يقطنها نحو 1,000,000 نازح فروا من المعارك الدائرة في مناطق أخرى من البلاد. هؤلاء عرضة للخطر، تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي ظل هذا الوضع الإنساني المأساوي الذي عدته الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم، يواصل الحوثيون هجماتهم للسيطرة على محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا شمالي اليمن. أما التحالف الذي تقوده السعودية فقد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في العاصمة صنعاء. التحالف اتهم جماعة الحوثي بنشر 11 لغما بحريا عشوائيا في البحر الأحمر. وما بين المعارك على الأرض والغارات الجوية، يواصل المدنيون اليمنيون دفع فاتورة باهظة لحرب تداخلت فيها عوامل إقليمية ودولية منيت كافة محاولات وقفها بالإخفاق.